أعزائي المشاهدين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. اليوم أني وزملائي أثير العبيدي وأحمد الدوري راح يشوفون ويانا حلقة جديدة من برنامج العائلة العراقية، برنامج بين الناس. تعودنا دائما بهذا البرنامج أن يشوفون ويانا كل ما هو جديد وممتع من خلال هذه الشاشة الذهبية. أعزائي المشاهدين، كثير من التساؤلات حول البرامج وحول تقديم ما هو أفضل. احنا فعلا إن شاء الله عندنا بالدورات المقبلة إن شاء الله وبالأمور الجديدة راح يشوفون ويانا حلقات مميزة، راح يشوفون أيضا برامج ثقافية ودينية واجتماعية وسياسية راح يشوفوها من خلال هذه الشاشة. أعزائي المشاهدين، بين الناس دائما في هذا الموسم وفي عيد الأضحى المبارك وقبل في عيد الفطر المبارك شاهدتوا ويانا حلقات من خلال برنامج رمضان ومن خلال بعد رمضان، وهسه الآن يعني احنا دائما مع الفقراء والمحتاجين. دعوة لكل الأخوة من خلال هذه الشاشة أن يساهمون ويانا في مساعدة الفقراء والمحتاجين. يعني اليوم كثير من العوائل تحتاج إلى الملابس، يحتاجون أطفالهم إلى المبالغ النقدية حتى يفرحون بهذا العيد اللي هو عيد الأضحى المبارك. إذا تعالوا ويانا راح نشوف حلقة مميزة من برنامج بين الناس وحلقة خاصة عن عيد الأضحى.